والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد العتيق، من مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة وإذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مسجد سيدي عمرو بن العاص بني في مدينة الفسطاط بعد فتح مصر، ويقال إن المسجد بني في عام 21 من الهجرة، ويقال إن 80 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حددوا قبلة هذا المسجد، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه. وهذا المسجد العتيق أول مسجد جامع في مصر وإفريقيا، وألقت فيه الدروس سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وألقى فيه الخطبة الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا المسجد العتيق تم تجديده وترميمه ضمن اهتمامات سيادة الرئيس بالمساجد الكبرى من باب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فأدعو الله تبارك وتعالى لمن قاموا بتجديده أن يجعله الله في ميزان حسناتهم أجمعين. مشاهدينا الكرام، لم يتبقى من رمضان إلا القليل، فمن قصر فيما فات من رمضان فعليه أن يستدرك ما هو آت من رمضان، التماساً لليلة القدر والتماساً للثواب الجزيل. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. مشاهدينا الكرام، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يلاقوا يا
وعنده
عنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إنا فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا
ليلة مباركة. فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون. يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا وَذَٰلِكَ
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة.